بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ورشة جديدة من ورش إنرجي أفريقيا بالعربي. يشرفنا إن إحنا يكون معانا المهندسة نسرين. الورشة مش دي أول مرة تكون موجودة عندنا بالعربي أو بالإنجليزي. إحنا بنشكرها جدا على وجودها معانا في إنرجي أفريقيا بالعربي كتير وإنرجي أفريقيا بالإنجلش، ويعني مجهودها كبير ومنصة إدراك من أكبر المنصات اللي إحنا يعني نشرف إن إحنا حتى يكون فيها منها يعني ناس بتعاونا معانا. المهندسة نسرين هي مديرة البرامج في منصة إدراك. تقولنا النهاردة في رحلة كبيرة قوي في مجال التعلم الإلكتروني ومراحل التعلم الإلكتروني، وهنتعلم ونشوف إيه الخبرات العملية خلاف الخبرات النظرية. أنا هترك المايك حاليا للمهندسة نسرين، وإن شاء الله إن شاء الله الورشة هتبقى عندنا في حدود 40 دقيقة أو 40 دقيقة. المهندسة هتتكلم فينا في الشغل في الفكرة اللي هتطرحها معانا، وبعدها هنفتح باب المناقشات وباب الأسئلة لكل الحضور الكرام خلال 20 دقيقة التالية من الورشة. أتمنى لك كل التوفيق، وبكرر شكري جدا جدا لك يا مهندسة على وجودك معانا، إن أنت يعني تشرفينا وتشرفي إيمج أفريقيا على طول. وشكرا ليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا كثير على التعريف، وأكيد أنا بتشرف إن أكون معكم حاليا في المساقات في الندوات السابقة والمستقبلية إن شاء الله. شكرا كثير على الاستضافة مرة ثانية. إن شاء الله. حابة أعرفكم، أنا معكم مهندسة نسرين رواشدة، مديرة البرامج في منصة إدراك الأردن. أنا مهندسة حاسوب وحاصلة على شهادة الماجستير بإدارة الأعمال، معي خبرة حوالي 14 سنة في مجالات التكنولوجيا بشكل عام وتكنولوجيا التعليم بشكل خاص. إذا تسمحوا لي أشارك شاشة تبعتي. تمام، معك كل الصلاحية. صادقكم. إن شاء الله تكونوا شايفين الشاشة. شاشة تمام. تمام كده مهندس. اليوم رح نحكي عن مراحل تطور التعليم الإلكتروني. زي ما مثل ما تفضلت. حابب بداية أعرفكم في منصة إدراك، مين إحنا وإيش عم نعمل بالضبط وشو وضعنا الحالي. بعدين رح ننتقل للتكلم شوي عن تاريخ التعليم الإلكتروني وكيف بدأ الموضوع ومن كم سنة وكيف بدأ الموضوع وإيش التطور اللي وصلنا له لهلأ. أكيد جائحة كورونا كمان كان لها تأثير كتير كبير على التعليم الإلكتروني، وشو كان تأثيرها وإيش المستقبل بعديها، وأكيد مستقبل تكنولوجيا التعليم، إيش آخر التكنولوجيز اللي وصلوا لها حالياً والمستخدمة في التعليم الإلكتروني. أول شيء بداية حابة أعرفكم على منصة إدراك اللي هي idrak.org. منصة إدراك هي منصة إلكترونية عربية للمساقات الجماعية مفتوحة المصادر الموكس. طبعاً منصة إدراك في اللغة العربية تماماً ومجانية لجميع المتكلمين، لجميع المتعلمين العرب بغض النظر عن مكانهم في الوطن العربي. بدأت في مبادرة في عام 2014 بمبادرة من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، اللي دائماً تحرص على بذل الجهود والمساعي عشان نخلي الوطن العربي في المقدمة في مجال التربية والتعليم، كونهم طبعاً الحجر الأساس لتطور وازدهار الشعوب. هاي السلايد مأخوذة من صورة شوي قديمة كانت تقريباً من شهر ونص، بس حالياً منصة إدراك عليها أكثر من 5 مليون متعلم، أتوقع وصلوا 5 مليون 300. عندنا حوالي 200-220 أونلاين كورس. اسمحوا لي. طلعنا أكثر من مليون سيرتيفيكت. عندنا شركات طبعاً أكاديمية ومع مؤسسات تعليمية ومؤسسات غير تعليمية مثل جوجل وفيسبوك، لفتانزا، العديد من الجامعات مثل مثلاً AUB، هارفارد، MIT، تيو دلفت، جامعات كتير عالمية وعربية، جامعة عجمان، كتير من الجامعات كمان العربية، طبعاً معظم الجامعات الأردنية. موجودين بحوالي 50
دولة مختلفة، وعندنا حوالي حالياً 6 مليون سوشيال ميديا فولوورز. طبعاً التسارع، رح نوصل لهاي السلايد، بس التسارع الكبير اللي طلعنا من 3 مليون لأكثر من 5 مليون صار بفترة كورونا. مثل ما خبرتكم إنه بتقدروا تفوتوا على منصة إدراك عن طريق idrak.org. برامجنا كلياتها مجانية، بإمكان أي حدا وفي أي مرحلة من حياته طبعاً إنه ينضم ويستفيد من هاي المنصة. عندنا كورسات معظمها في مجالات مثل التكنولوجيا، اللغات، الإدارة، التاريخ، علم النفس، تطوير الذات. في أكثر أتوقع من 11 أو 12 كاتيجوري مختلفة في هذا الموضوع، غير طبعاً التعلم المدرسي اللي هو K-12. برضو في عندنا مساق كامل عن تعليم البرمجة، حتى برنامج كامل، هو مش بس مساق، برمجة للأطفال عن طريق اللعب. اللي حابب يعرف أكثر أكيد عن منصة إدراك، أنا موجودة في أي وقت. القرن 21 احتضن أكيد تغييرات هائلة في مجالات التعليم، وما عاد التعليم مقتصر على الحصص الصفية المغلقة والكتب. الإنترنت أحدث ثورة لا رجعة فيها في مجالات مشاركة المعرفة. فراح نحكي شوي كيف بدأ الموضوع. يعني نسبياً بدأ في حوالي عام 1950، لما بدأ استعمال التلفاز مثلاً وأجهزة العرض في الفصول الدراسية. حوالي عام 1960 جامعة إلينوي بدأت باستخدام شبكات الحواسيب في الجامعة نفسها. طبعاً هاي النقاط، خلينا نحكي بعض النقاط المفصلية اللي صارت في تاريخ تطور التعلم الإلكتروني. تورنتو هي كانت أول جامعة بتقدم مادة دراسية كاملة إلكترونياً لطلابها، بيقدروا يلجوها عن طريق الحواسيب اللي موجودة في الجامعة نفسها. بال89 جامعة فينيكس كانت هي أول جامعة في التاريخ بتقدم برامج أتوقع بكالوريوس ماجستير إلكترونية بشكل كامل. الجامعة البريطانية المفتوحة بال1990 أتاحت التعلم عن بعد، يعني أنت في بلد، ومثل حالياً ما هلأ صار كتير من الجامعات. بال1990 كانت أول جامعة بتتيح التعلم عن بعد بغض النظر وين مكان الطلاب. من أكبر قصص النجاح بالتعليم الإلكتروني حالياً جامعة أنديرا غاندي، عندهم حوالي 4 مليون متعلم ومعظمهم عن بعد. طبعاً هاي حكينا أول نقطة، بال1950 بدأوا باستعمال التلفاز في الفصول الصفية زي ما إحنا شايفين هون. أكيد أنا متأكدة إنه كانت يعني ثورة بالنسبة لهم، زي ما لما بدأوا استعمال التابلتس عنا أو الديفايسز بشكل عام. جامعة إلينوي اللي حكينا هي أول جامعة استعملت شبكات الحاسوب بداخل هذا. هاي طبعا كان في أجهزة متفرقة بالجامعة نفسها كان بيقدر يستعملوها الطلاب. في جامعات تانية بدأت باستعمال، خلينا نحكي، طرحوا مواد تعليم إلكتروني جوا الجامعة، وكان في الحواسيب موجودة، وكانوا الطلاب حتى طلاب المدارس أتوقع في هذيك الفترة كمان كان هذا الخيال موجود لبعض المدارس إنه الأجهزة موجودة في المدرسة وبيقدروا يدرسوا هاي المادة من المادة المادة من المصادر اللي موجودة على الحواسيب جوا الحرم الجامعي أو المدرسة نفسها. طبعاً إيش التطورات الأخيرة وكيف وصلت مثلاً جامعة مثل الجامعة ذكرناها الهندية اللي ذكرناها قبل شوي لأربع مليون متعلم، ومش بس هيك، يعني حتى إحنا هلأ عالمياً موجود التعليم الإلكتروني في كل بيت. فالتطورات الأخيرة في التعليم بشكل عام وصلنا لهون يعني عن طريق العوامل التالية. أول شيء أكيد الابتكار في تكنولوجيا الهواتف الذكية، كلياتنا إحنا بنستعمل هواتفنا الذكية سواء للتعليم بشكل عام أو حتى التعليم المستمر، مثل إنه نحضر فيديوهات تعليمية، نحضر دورات إلكترونية سواء على منصة إدراك أو غيرها، أكيد يعني عن طريق هواتفنا الذكية. تقريباً بكل العالم صار في اتصال سريع بالإنترنت،
وسائل التعلم التفاعلية صارت متاحة والمؤسسات عم تستعملها، ارتفاع عدد الشركات الناشئة في مجال التعلم الإلكتروني اللي احنا شفنا تسارعها بشكل مخيف ما كانش متوقع في الفترة الماضية. تأثير جائحة كورونا بخلال السنة الماضية والسنة الحالية، كيف غيرت التعليم للأبد؟ أول شيء صار حالياً عندنا 1.2 مليار طفل خارج الفصل الدراسي. ليه؟ لأنها أسفرت عن إغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم. طبعاً كان في فترة انقطاع للتعليم للأسف، لأنه كثير من الجهات، معظم الجهات ما كانت جاهزة للتعليم الإلكتروني، بس حالياً أتوقع صارت تأقلم، وصارت تأقلم كثير أسرع مما كان متوقع. يعني الأدوبشن عند المدارس وعند المتعلمين وعند أهاليهم كان يعني بفترة قياسية، لولا الجائحة كان ممكن يكون كتير أبطأ من هيك، يعني سببت تسارع هذا الأدوبشن. طبعاً مع تبني التعليم الإلكتروني صار في عنا ارتفاع كتير للمنصات الرقمية، وثبت إنه بزيد الاحتفاظ في المعلومات، بيستغرق وقت أقل، طبعاً بسبب إنه مثلاً طلاب الجامعة صاروا يدرسوا من البيت، اختصروا مواصلات، ممكن يكون واحد مسافر، ممكن ما يضطر يسافر للجامعة تبعته حسب الوضع. بزيد من الاحتفاظ بالمعلومات من ناحية إنه المعلومة كلياتها الفيديو ممكن يكون مسجل برجع له مرة تانية وغيرها. طبعاً أنا هون عم بذكر المميزات الإيجابية، طبعاً أكيد في مميزات سلبية، وصار في كتير للأسف ممكن غش في التعليم الإلكتروني، بس في كمان له إيجابيات كتير عالية ثبتت إنه التعليم الإلكتروني موجود ليبقى. من المتوقع أن ينمو سوق التعلم الإلكتروني العالمي بمعدل سنوي بفوق 9% خلال السنوات السابقة. الحصة السوقية الإجمالية رح توصل حوالي 460 مليار دولار في عام 1926. طبعاً هذا المبلغ كتير مذهل ومليء بالإمكانيات، عشان هيك ضروري كتير للاعبين الحاليين في السوق والوافدين الجدد اغتنام الفرصة والدخول في عصر الحديث للتعليم. طبعاً لما نحكي إحنا عن سوق التعلم الإلكتروني إيش أصنفيه؟ ممكن يكون حسب المنطقة، حسب الأبليكيشن، باي تكنولوجي، وهون إحنا عم نحكي عن باي تكنولوجي، أو باي أبليكيشن اللي هو السيرفيسز والكونتنت المستخدمين. التكنولوجيا، مع التركيز على التكنولوجيا، عم نحكي عن الإيليرنينج، المانجمنت سيستمز زي البرامج اللي تستعملها الجامعات والمدارس، التعليم عن طريق الموبايل، الرابد إيليرنينج، الصفوف الصفية الافتراضية وغير ذلك. طبعاً مثل ما ذكرت لكم قبل شوي مثال على تطور أو تسارع اللي صار في الفترة في السنة الماضية للتعليم الإلكتروني، حابة أعطيكم إدراك كمثال. أنا هون أخذت مصر والأردن، طبعاً هو التسارع صار بكل البلدان تقريباً. بالأردن زادت زيارات الموقع 570% و660% زيادة في عدد زوار صفحات التعلم المدرسي، زي ما ذكرت لكم عنا K-12 من مرحلة الروضة خلينا نحكي لمرحلة الثانوية، موجودة مواد الإنجليزي والرياضيات أو الحساب على منصة إدراك. زيادة التسجيل في المنصة زادت بمقدار 1200% والمشاهدات ب 2200%. كذلك كمان صار في كتير تسارع في مصر، 150% زيادة زيارات الموقع و 350% في صفحات التعلم المدرسي. تكنولوجيا التعليم، طبعاً المتوقع أن تلعب العوامل التالية دور مركزي في هذا التسارع المستمر واللي رح يبقى. أولها اللي هو Artificial Intelligence، أكيد الـ AI. بعدين في عنا الـ Cloud Based Solution، بطلت المواد هي موجودة فقط على الأجهزة، صارت كمان موجودة على الـ Cloud، معنى إنه الكل accessible للكل من جميع الأماكن حسب بدون أي خلينا نحكي حدود جغرافية بينهم. الاستثمارات الضخمة
للاعبين الرئيسيين في السوق، عم نحكي لاعبين رئيسيين مثال عليها مايكروسوفت وجوجل، صار في عنا تسارع باستخدام فيرتشوال رياليتي والانترنت اوف ثينجز. طبعا شويه احصائيات مهمه، مثل انه طبعا هاي الاحصائيات موجوده في اكثر من ريسورس، ولكن احنا بالذات في الوطن العربي ممكن تكون الارقام اقل من هيك، بسبب ان المصادر ممكن تكون مختلفه او ممكن تكون اقل. بس بشكل عام عالميا 78% من الطلاب لقوا ان الكتب الالكترونيه اكثر فعاليه من الكتب الورقيه التقليديه، اكيد لانه ممكن تكون سيرشبل، ممكن يلاقوا المعلومة فيها أسرع، ممكن يكون فيها روابط، ممكن يكون فيها خلينا نحكي كتير كتير elements بتساعدهم على التعلم غير عن الكتب الورقية. 97% من الطلاب حبوا إنه يسجلوا في دورة الواقع الافتراضي، وحبوا تجربة الواقع الافتراضي بشكل عام. 85% من المعلمين بوافقوا إنه زادت قيمة التعليم استخدام تعلم أساليب التعلم الرقمي في صفوفهم حتى بعد ما رجعوا على المدارس، وإن شاء الله ما نضطر نرجع للوكداون مرة تانية. وافقوا إنه أدوات التعلم الرقمية إلها فائدة كتير كبيرة. والقيمة الإجمالية للواقع المعزز نحكي virtual reality و AR لحوالي 5.3 مليار دولار في عام 2023. نساتني عايشة بال 1900. أوكي. طيب في عنا إحنا 5 اتجاهات رئيسية للتعليم عن طريق اللعب. أول شيء 5 اتجاهات رئيسية لتكنولوجيا التعليم، أولها طبعاً التعليم عن طريق اللعب. المتعلمين بيستمتعوا بلعب الألعاب وتعلم مواد جديدة في وقت واحد، يمكنهم ممارسة مهاراتهم وتحقق من أدائهم باستخدام الجيميفيكيشن. طبعاً الألعاب ما عم نحكي بس للأطفال، الألعاب لها تأثير كبير على العلاقات الاجتماعية والتنافس الصحي حتى بين المتعلمين الكبار. ثاني نقطة اللي هي استخدام البيج ديتا اللي بتساعد على تحليل عمل الطلاب في وقت معين أو تحت ظرف معين. طبعاً إحنا لما يكون عندنا مثلاً جامعة في بالصف في المادة الدراسية هاي حوالي عدد كبير من المتعلمين من غير أعطاء أمثلة، فلما يصير في عندك بيك ديتا وبلش نحللها هاي، لما نشوف ارتفاع مفاجئ أو هبوط مفاجئ بالأداء لعدد كبير من المتعلمين، بنقدر نربط هذا التغيير بالعامل المساعد في هاي الفترة. طبعاً هذا بيساعدنا على إنه نتفادى الأخطاء اللي عم تحصل إذا لقينا دروب مفاجئ، أو تعزيز الحدث اللي صار لما نلاقي اهتمام مفاجئ أو ارتفاع مفاجئ مع الطلاب، سواء بالأداء أو بالحضور أو غيره. الـ e-learning أو اللي هو التعلم عن طريق الإنترنت، النقطة الثالثة، طبعاً شهدت ارتفاع طلب كتير على التعلم والتدريب عن بعد لأسباب طبعاً واضحة. الناس كتير عم بتجنبوا الأحداث الجماعية خصوصاً في أول الجائحة، وبفضلوا إدارة تعلمهم وتدريبهم عبر الإنترنت. طبعاً هذا بنطبق كمان على الشركات أكيد. الذكاء الاصطناعي في التعليم مثل Virtual Reality أو Augmented Reality مختلفة جداً عن الأساليب التلقينية التقليدية في التعليم اللي لن تستطيع الإضافة بشكل كبير للمتعلم، ولكن من ناحية أخرى الـ VR والـ AR رح يضيفوا كتير للعملية التعليمية، وسيظهر المتعلمين المعلمون لطلابهم أن الفصل الدراسي مش بالضرورة مكان للملل. رح يسمح للناس المستخدمين الانغماس في الواقع المصنع، والاي او المتعلمين بالحصول على رؤية للأشياء اللي عم بتعلموها. هلأ نحكي شوي عن الأوغمنتد رياليتي أو سوري الاي او بشكل عام، الارتفيشل انتليجنس. الذكاء الاصطناعي بيعمل على أتمتة العمليات وبيجعل التعلم أكثر متعة وأقل استهلاك للجهد. الذكاء الاصطناعي رح يساعد الطلاب عندما يكون المعلمين مشغولين. كيف يعني؟ يمكن طرح الأسئلة، الحصول على الإجابات، توضيح التعليمات، إلقاء نظرة على الأداء في الرسوم البيانية والجداول. باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن للطلاب الوصول إلى كميات هائلة من البيانات بكبسة زر.
بالنسبة للمعلمين، الذكاء الاصطناعي بيساعد على تحليل عمل كل طالب والحصول على التنبيهات حول الاتجاهات أو التغييرات الأخيرة اللي صارت للطلاب. طبعاً مثل ما إحنا شايفين هون بالصورة بس مثال، إنه بإمكاننا استخدام الواقع المعزز لإنشاء مثلاً إعصار أو القيام بجولة داخل خلية نحل أو اكتشاف طريقة عمل خلية نمل أو جهاز معين أو غيرها عن طريق الـ Virtual Reality. مثال عنا اللي هو برنامج سكاي فيو. طبعا هذا بساعد الطلاب عن طريق الاوجمنتد رياليتي عشان يكتشفوا السماء في الليل. طبعا هي ببساطه انه هذا برنامج بتنزل على الموبايل اسمه سكاي فيو، ممكن توجه جهازك على السماء بالليل وبيعطيك بالضبط الاحداثيات، الكواكب اللي موجوده في الاتجاه اللي انت حطيت الموبايل عليه، الأبراج، الكواكب، حتى الأقمار الصناعية رح تبين عندك عن طريق هذا الابليكيشن. فروجيبيديا، طبعاً هذا البرنامج بتيح للطلاب اكتشاف الأعضاء الداخلية للضفدع عن طريق طبعاً الأوغمنتد رياليتي. مثل ما معظمنا إذا مش كلنا مرينا بصف العلوم لما جابوا ضفدع وشرحوه، طبعاً هاي الطريقة شوي مثيرة للإشمئزاز وحرام الضفدع، يعني طالما في حل صار جديد عشان التعرف على التجربة نفسها اللي كان بيقدمها تشريح الضفدع، قدمها هلأ برنامج الفروجيبيديا. طبعا في غيره أكيد للتشريح كتير، هذا بس هذا مثال عليه ولوين وصل مستقبل التعليم حاليا. مثال ثالث اللي هو مايكروسوفت هولولينس. هذا البرنامج طورته مايكروسوفت لطلاب الطب والأطباء بشكل عام، التعرف على جسم الإنسان باستخدام الواقع المختلط. الطلاب يمكنهم تدفق مثال عبر مجرى الدم، العزل، التوزيع. هذا ما رح يساعدهم فقط على فهم علم التشريح، ولكن ممكن يساعد كمان على تعلم كيفية علاج الحالات الطبية المختلفة ويساعدهم على فهم جسم الإنسان أكثر. مثال ثالث أو آخر لوين وصلت أو الواقع الممتد في التعليم، في عنا برنامج اسمه Virtual Speech. هذا إذا كنت بترغب بممارسة خطاب أمام الجمهور، جمهور افتراضي طبعا، قبل الخروج على خشبة المسرح مثلا، ممكنك ارتداء نظارات الواقع الافتراضي، تصير كأنك أنت جوات مسرح معين، والتدريب على السبيتش اللي بدك تعمله. طبعا هذا بيساعد على العمل على تحسين مهارات التحدث أمام الجمهور باستخدام محاكاة الواقع الافتراضي. بالملخص، يعد التعلم الإلكتروني عبر الإنترنت هو أكثر الابتكارات تغييرا للحياة في القرن الحالي. ربما يكون هو أكبر رصيد في العصر الحديث، ووفر التعلم الإلكتروني وسيلة لنشره بين جميع سكان العالم عن طريق الإنترنت أكيد. بيقدم هذا الوضع يعني وضع مليء بالإمكانيات اللي إذا تم تسخيرها بشكل صحيح وتدريب الأهالي والمعلمين وتأقلم الطلاب معه، يمكن أن ينقل العالم بأسره إلى فجر جديد من التنمية والازدهار. حابة كتير أسمع منكم عن تجربة بلدانكم في التعلم الإلكتروني، ووين أنتوا حاسين إنه التعلم رح يوصل، وإيش سوق التعلم الإلكتروني رح يكون بالفترة القادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك بشمهندس نسرين، وشكرا لك على المقدمة الحلوة الجميلة دي. النهاردة يا جماعة الورشة كلها كانت تعتبر كمحادثة بينا وبين بعض، بحيث إن بشمهندس نسرين شرحت لنا الفكرة اللي حصلت ووضحت لنا إدراك وصلت من أول كانت الأول كانت عاملة إزاي، وصلت النسب خلال سنة معينة، خلال جائحة، خلال مشكلة معينة، إيه اللي حصل. فأنا يعني عاوز أوضح حاجة واحدة، أن مجال تكنولوجيا التعليم أصبحش مجال بحثي فقط، لا ده مجال بيزنس ومجال عمل ومجال شغل ومجال أنت ممكن تقدر تعمل منه مشاريع كويسة جدا ومجال كبير. فإحنا النهاردة هنفتح مجال الحوار. دلوقتي إحنا معنا في ناس، دكتورة هبة، تفضلي دكتورة هبة. ياريت الأول نعرف نفسنا. السلام عليكم، يعطيكم العافية. هبة عطيات، رئيسة قسم الحاسوب، كلية الأميرة عليا، جامعة البلقاء التطبيقية. أهلا بك يا فندم. جامعة البلقاء.
نعم أنا خريجة جامعة. أهلا منورانا. أهلا وسهلا. أنا حاليا طالبة في الذكاء الاصطناعي بجامعة سانتياغو دي كومبوستيلا بإسبانيا. أهلا فيكم. اللي كنت بدي أحكي إنه فعلا لولا الجائحة إحنا ما انتقلنا النقلة النوعية السريعة يلي صارت عنا للتعليم الإلكتروني، وحتى الناس كيف اقتنعت فيها وغيرت وجهة نظرها، بالإضافة لوجود خلينا نحكي بعض السلبيات، يمكن بالمدارس سلبياتها أقوى وأكبر من بالجامعات. بالعكس بالجامعات يعني الناس صارت تستوعبها أكثر، تفضل التعليم الإلكتروني أفضل يعني في كتير تخصصات على التعليم خلينا نحكي الوجاهي أو الفيس تو فيس. هلأ بالنسبة للتطور يعني، أو خلينا نحكي، أنا قبل شوي قرأت سؤال لأحد الزملاء كان عم يسأل إنه كيف إنه نحن ممكن نتعامل أو نخلي جميع الطلبة اللي موجودين عندنا بالكلاس إنهم يتفاعلوا. هلأ في إحدى الدورات اللي كنت عم بعطيها للدكاترة بالجامعة عندنا، نسأل هذا السؤال إنه كيف أنا عم بدرس إلكتروني ومش شايف الطلاب، مش دائماً بيكون الكل فاتح كام، مش دائماً الكل بقدر إنه يكون أونلاين موجود معي، بس مع ذلك أنا مش ممكن إنه أدرك خلينا نحكي الليفل تاع الطالب اللي قدامي. هل هو مثلا خجول ممكن ما يقبل يفتح المايك، هل هو حدا مثلا بيحب التميز لدرجة انه ما بيحب يشتغل في جروبات، بيحب انه هو يظهر بس. فكان الإجابة انه لانه نحن بنستخدم المودل كبلاتفورم للتعليم الإلكتروني، ايش الأشياء يلي موجودة عندنا في المودل، آلية استخدامها وتوظيفها لتعليم الطلبة وتفاعلهم معنا بالمحاضرات. طبعاً هي ممكن فيها زيادة عبء على الدكاترة، لكن بنفس الوقت إنه ممكن أضيف المتعة والتفاعل الأكبر مع الطلبة. مثلاً طالب خجول عندي ما بيقبل يحكي على المايك، أو يعني بيشعر بالضعف قدام زملائه، بيخاف إنه يحكي، ممكن أنا أخليه مثلاً إنه طيب يا فلان شعرت بهذا الشيء، إنه يا طالبة أو يا طالب بعد إذنكم المرة الجاي البروجكت هذا تسلمه أنت، بدي سلايدات مثلا شرح عن هذا الموضوع، بدي هذا التوبيك تعمل سيرش عنه وتجيب لي المعلومات عنه. ممكن أنا أخليه يتجاوز هاي خلينا نحكي العقبة اللي موجودة عنده بآليات تانية، وأخليه يشارك بأساليب أبسط. إذا هو مثلاً مشكلته في المايك، إنه أوكي بعت لي على الشات مثلاً، أو بعت لي إياه كملف أنا بشرحه. هاي واحدة من الأشياء اللي أنا ممكن للفروقات اللي موجودة عندي داخل الكلاس. هلأ مثلاً حدا ما بيحب يشارك معلومته، ممكن أنا أضعف طالب موجود عندي أنا بالكلاس وأجي أحكي له إنه أنت كطالب مسؤول عنك فلان، إنه لازم تتعاونوا، أو بلاش مسؤول خلينا نحكي أنتوا جروب لازم تتعاونوا بإنه هذا الموضوع بدي سيرش مفصل عنه، جيبوا لي بحث أو تقرير كأسايمنت جاوبوا لي عليه، بحيث إنه تنين تكونوا مشاركين فيه. فالطالب اللي بحب يحتكر المعلومة لنفسه لأنه هو بحب الظهور، بضطر إنه يتعاون مع زميله، فبضطر إنه يتجاوز هاي برضو الشغلة، بحيث إنه لازم يظهروا التنين بالمظهر اللائق لأنه التنين لهم نفس العلامة. فكانت عندي سؤال، يعني أنت بهاي التجربة حاولت تعكسي نفس التعليم التقليدي على التعليم الإلكتروني مثلاً؟ بالضبط، لأنه نحن هلأ انتقلنا خلينا نحكي موضوع أنه أنا ما عم بشوفهم، فبدي أتفاعل معهم ويتفاعلوا معي، فأنا شوفي عندي فاسيليتيز موجودة بالأشياء المتاحة لإلي، كيف أنا ممكن أوظفها بحيث أني أستفيد منها بأني أفعل الطلبة معي ويقدروا يشتغلوا معي. أنا قصدي إنه في عنا كمان، بما إنه إحنا انتقلنا للتعليم الإلكتروني، في عنا فرصة كتير كبيرة إنه نستخدم أدوات التعليم الإلكتروني، وحتى يصير في شفت في طريقة التعليم. مثلاً مثال عليها النقاش ممكن يكون عن طريق برنامج مثل بادلت اللي هو بورد، صحيح، مثال عليها، أو فليب مثلاً إنه عم بيصوروا حالهم وعم بتناقشوا وعم بيردوا على بعض، وهاي ظلها موجودة بقدر يشعلها بأي مكان بأي وقت. أو مثلاً عن طريق الرومز اللي موجودين على المايكروسوفت تيمز.
مثلاً هذا بيعكس التعليم التقليدي. أنا عم بحكي عن أشياء مش موجودة عندنا بالتعليم التقليدي. وممكن هاي كانت الفيرست ستيبس نسرين، إنه نحنا كيف ممكن نتجاوز الفجوة اللي صارت عندنا أو الشك اللي صارت سواء عند المدرسين عند الدكاترة أو حتى عند الطلبة في عملية انتقالهم من التعليم الوجاهي للتعليم الإلكتروني. هلأ جامعة البلقاء حالياً عم بتطور من نفسها كتير، عم بتحاول حتى بتسارع، لحتى عم حاليا عم بأسسوا فيرتشوال لابس لحتى انه يقدروا يتفاعلوا مع الطلبة اكثر، يقدروا يخدموا عملية التعليم اكثر، بالإضافة لاشياء تانية اكثر طبعا. بس يعني هاي باختصار كان الإجابة على السؤال اللي انطرح. اكيد بالمدارس ممكن يكون اصعب لانه مراحل التعليم للأطفال يمكن بدك تقرب أكثر، بدك تتعامل معه أكثر. بس أنا حكيت بالنسبة لتجربتنا كتعليم إلكتروني وكيف عم بتدرج وعم يتطور بمرحلة جامعية. أكيد، وجامعة البلقاء بالذات واحدة من النماذج المشرفة. إحنا اشتغلنا معهم بإدراك على تطوير الاستوديو اللي رح يصير فيه التدريس، كيف إيش الألمنتس، إيش التولز ممكن نستعملوها. فإن شاء الله يعني إحنا عم طلع أكيد لجامعتي، وإن شاء الله تكون من أحسن الجامعات عالمياً مش بس عربياً. شكراً على الإجابة. شكراً يعطيكم العافية. مقدمة جيدة عن جامعة البقاء، دي من الجامعات الواعدة جداً ومتخصصة جداً على مستوى الوطن العربي، ونشروا فيها وبنشروا بوجود حضرتك معانا. شكراً لكم يعطيكم العافية. الله يبارك في حضرتك يا فندم. أنا شايف إن حضرتك وجهت الاستراتيجيات والحاجات دي كلها اللي بتحكيها كأفكار كحلول مستخدمة على أرض الواقع، ودي حاجة كويسة جداً نقدر نشتغل عليها. ننتقل دلوقتي للأستاذ خلف. دكتور خلف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عرفنا الناس الأول فندم. خلف الدعيس، مهندس كمبيوتر، جامعة القدس المفتوحة فلسطين. أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك. شكرا أستاذ نسرين على هاي المعلومات الرائعة والمهمة والإحصائيات. أنا بدي أحكي في شقين إذا سمحتوا لي. الشق الأول تجربتنا كجامعة قدس المفتوحة في هذا المجال. إحنا جامعة قدس المفتوحة أصلا نظام التعليم عندنا هو كان يعتمد منذ نشأة الجامعة على مبدأ التعلم عن بعد، واشتغلنا على موضوع التعليم الإلكتروني منذ فترة. لهيك إحنا كجامعة قدس المفتوحة في جائحة كورونا ما كثير واجهنا مشكلة في التواصل مع طلابنا، لأنه إحنا إنا منصة خاصة فينا في التواصل مع طلابنا، تواصل أونلاين. أصلاً كان عندنا محاضرات أونلاين سابقاً قبل كورونا. في عندنا بورتال خاص بكل طالب، في عليه كل المواد التدريسية، وبالتالي هاي مش كثير بصراحة بالنسبة لنا أثرت علينا. الجانب الآخر اللي بدي أحكي فيه اللي هو إحنا التعليم المدرسي للأسف، وهنا بدي أحكي أنا كولي أمر، وبدي أحكي كشخص مهتم في موضوع التعليم الإلكتروني، وكشخص كان عندي مبادرات وأفكار يعني أطرحها على مديريات التربية والتعليم والمدارس في موضوع يتعلق في تشجيع الطلاب على كيفية استخدام التكنولوجيا والتقنية في التعليم، اللي هو للأسف لحد قبل كورونا كان في هنالك فجوة كبيرة جدا ما بين التكنولوجيا وما بين التعليم في المدارس بالمراحل من الصف الأول إلى التوجيهي. حتى كان في نوع من تحس إنه المدارس بيحاربوا التكنولوجيا بطريقة مش مقصودة، يعني الطالب اللي معه تليفون ممنوع يدخل المدرسة، الطالب اللي معه أيباد ممنوع يدخل المدرسة، هذا يعتبر عقوبة ويعتبر إنه تجاوز النظام. هلا فجأة صار الطالب والمعلم لازم يكون معه تليفون، لازم يكون معه أيباد. هلا رحنا إحنا بشكل فجائي، هالشكل الفجائي صار في تأقلم نوعا ما بنسبة بصراحة مش مرضية للمجتمع، مش مرضي لأولياء الأمور، مش مرضي للطلاب. لكن يعني للناس اللي كانوا مهتمين، للناس اللي كان عندهم معرفة مسبقة، ممكن إنهم ساعدوا أنفسهم أو ساعدوا أبنائهم على التأقلم لهاي الحالة. سؤالي أنا اللي بدي أطرحه هو مش سؤال يعني بحاجة لإجابة بشكل شخصي من حضرتك أستاذ نسرين، ولكن هو سؤال يعني للمجتمع ولأصحاب القرار. إحنا في تجربتنا في جائحة كورونا ماذا تعلمنا من هذه التجربة؟ ماذا تعلمنا من هذه التجربة؟ سنة تقريباً إحنا كانت مدارسنا عن بعد أو أونلاين.
تمام. المعلم دخل هذا الـ هذا 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 السمي المعترك بالنسبه له، هو للاسف لم يكن لديه اي بنيه تحتيه سواء تتعلق في معرفته في مجال التقنيه او حتى امكانياته. يعني بصراحه كان في معلمين اصلا في عندهم انترنت، معلمين اصلا ما في عندهم اجهزه، وبالتالي وضعهم المادي ما كان بيسمح. وانا كنت بعرف معلمين بصراحه كانوا يضطروا ينتقلوا لمناطق ثانيه ليعطوا الحصه تبعتهم. الطلاب كمان نسبة عالية جدا منهم، أنا لما يكون عندي بالصف في 40 طالب ويحضر اللقاء، أنا كنت أحضر مع أبنائي ويحضر اللقاء لا يتعدى 10 طلاب. طب 30 طالب شو مصيرهم؟ وين راحوا؟ تمام؟ هلأ صار عندنا إشي اسمه فاقد التعليمي، أوكي هذا أمر تربوي وإحنا بلشنا في العام الدراسي هذا هو وجاهي، تمام اوكي. وهلا قد نرجع الى العام اللي هو التعليم الالكتروني، لانه تقريبا الموجه الرابعه لوباء كورونا عماله قاعد المنحنى له بيرتفع، والوضع يعني ما زال انه في خطوره لنرجع للتعليم الالكتروني. طب اذا رجعنا للتعليم الالكتروني، هل راح نرجع بنفس النمط اللي احنا استخدمناه قبل سنه؟ اذا استخدمنا نفس النمط، رجعنا لنفس النمط، انا بقول انه احنا فشلنا في التجربه. لكن ما شفت التسارع في الأدوبشن، خلينا نحكي قديش الناس اتأقلمت مع الوضع. طبعاً مش 100% ومش الوضع مثالي جداً على المثالي، ولكن المدارس، الطلاب، الأهالي، في كتير ناس ما كانوا بيعرفوا التكنولوجي، حتى بالذات مثلاً عم نحكي عن دكاترة في الجامعة ما كانوا مضطرين يستعملوا التكنولوجي على أيامهم مثلاً، حالياً صاروا اتعلموه أو صار في عندهم مساعدين كذا. فأتوقع حتى لو لا سمح الله صارت موجة جديدة رح يكون وضع أخف بأقل شيء 50%. أنا قصدي مزبوط، أنا أتفق معك، أنا أقصد أنه هل رح نرجع لنفس الأدوات ونفس الروتين ونفس الآلية اللي أعطينا فيها حصتنا؟ أنا قبل سنة لازم أعطيها بنفس الآلية، حتى الحصة الإلكترونية اليوم إلها معايير، تمام. هلا خلال هالسنه هذه ماذا احنا كاصحاب قرار عملنا؟ هاي نقطه مهمه جدا. طيب كوزارات تتعلق او سواء تعليم عالي او التربيه والتعليم اللي هو اللي له علاقه بالمدارس، شو المنصات اللي احنا اشتغلنا عليها خلال هاي الفتره؟ هل توجهنا الى شيء اسمه رقمنه التعليم بشكل فعلي؟ هل انشانا، يفترض انه اليوم يكون في عندي في كل وزاره وكل مديريه قسم اسمه التعليم الالكتروني، قسم متكامل كامل في التعليم الالكتروني. هل احنا انشانا هذا القسم؟ انا برايي اذا ما انشانا هذا القسم معناته احنا ما زلنا متاخرين في مجال التعليم الالكتروني. عندنا مبادرات على المستوى الشخصي، على مستوى المؤسسات، يعني انا مبادره ادراك من اوائل الناس اللي كنت انا ملتحقين فيها ورائعه جدا، وعلى مستوى الوطن العربي وحتى على مستوى عالمي صار فيها نقل نوعيه بصراحه. من بداياتها انا كنت من بداياتها موجود، من بدايات المنصه سواء في التصميم او في نوعيه الدورات او في تصميم الدوره نفسها او كل الامور هاي، صار في هناك نقلة نوعية لها لحتى وصلت إلى هاي المرحلة. هلا إحنا كمان كمدارس على منصة إدراك، وفي حابين كمان نأخذ رأيك في تطورات إن شاء الله خلال أشهر قليلة من الآن رح يصير في تطور كمان على منصة إدراك. بحب أسمع منك، بحب أعرضها عليك كمان، أشوف رأيك كمتابع لمنصة إدراك كيف رح يكون هذا التغيير وين شايفه رايح. بصراحة يعني الموجود حاليا لمنصة إدراك، وأنا يمكن كنت من الناس اللي بعثوا إيميلات بشكل شخصي على بعض الملاحظات إنه لو موجود هذا الموضوع بكون أفضل، لأنه أنا كان عندي اطلاع على منصات عالمية أجنبية. فبصراحة أنا اليوم بلاقي إنه منصة إدراك هي توازي بالجودة وبالتصميم الخاص فيها للمنصات العالمية، وإحنا اليوم المحتوى العربي في مجال التعليم الإلكتروني ما زلنا على مستوى الإنترنت وللأسف قليل جدا، بحاجة لجهد. الجهد للأسف لحتى الآن هي معظمها مبادرات شخصية سواء كانت كأشخاص أو كمؤسسات. المبادرات الحكومية عندنا ما زالت متأخرة، للأسف ما زالت متأخرة. اليوم احنا بنحاول، مش مهندس خلف، ان احنا بنحاول ان احنا نعمل مبادرات زي إيمرج أفريكا، زي إدراك، زي بعض الحاجات اللي بتطلع من المواجهات الشبابية اللي موجودة في المستوى العربي. أنا مثلا أنا اليوم بدي أحكي شغلة مثلا أخيرة مشان ما أخذش كل الحديث لإلي، مشان ما أكون أناني. أنا معك، أنا بس حبيت أنوه بس على حاجة، إن إحنا المبادرات كلها أصلا إحنا لو انتظرنا الحكومات مش هتبقى ماشية بوتيرة متقطعة مع الواقع اللي إحنا شغلنا عليه. طب هلا للأسف اليوم في بعض المؤسسات الخاصة أو الشركات الخاصة قامت على شيء اسمه رقمنة التعليم مثلا بطريقة كل مؤسسة بطريقتها. هلا الأجدر إنه الوزارة أو الحكومة تقوم بهذا المهمة، وبالنسبة لها مش هيكون مكلف، بالنسبة لها مش هيكون كثير صعب، لأنه الكوادر موجودة، كوادرنا موجودة،
الامور الماليه بتوقع كحكومه مش عائق. فالاحصائيه اللي انت حضرتك عرضتيها في البدايه اللي 87% من الطلاب يعني بيحكوا موافقه وموافق بشده، وعجبهم موضوع اللي هو التصميم انه يكون مقرر الكتروني، مزبوط ولا؟ طب هذه الاحصائيه مهمه جدا، ليه احنا مقرراتنا هاي الجامده والورقيه ما نبلش نعمل لها تحويل لنسميه مقرر الكتروني، بحيث انه الطالب يقدر يستعرضه بطريقه تفاعليه على الايباد، على التليفون، على الكمبيوتر، على اللابتوب، على اي جهاز الكتروني ممكن انه يستعرضه. احنا اذا بلشنا نشتغل زي هيك معناته احنا فعلا عمالنا بنستفيد من التجربه، لكن اذا احنا ما صار لنا تغيير، يعني انا اوافق الدكتور محمد على موضوع انها مبادرات يعني شبابيه وشخصيه ومؤسساتيه وامور زي، بس لحتى الان الحكومه في فجوه بيننا احنا كاصحاب مبادرات ما بين اصحاب القرار في الحكومه بصراحه. فانا اتمنى انه يعني انه يكون في ضغط اكبر. يعني حضرت انا كثير مؤتمرات سواء على المستوى المحلي او على المستوى الاقليمي لها علاقه في مجال التعليم الالكتروني والفاقد التعليمي، وشو التوصيات في هذا الموضوع وشو لازم نعمل في هذا الموضوع، وحتى في مجال التعليم الالكتروني مؤتمرات كمان. طب هاي التوصيات وين راحت؟ هاي التوصيات رغم انها كثير رائعه ودراسات تمت، يعني بعرف انه معظم الدراسات التربويه خلال العام الماضي وهي السنه والسنه القادمه كلها تتركز عن مواضيع تتمحور حول التعليم الالكتروني، مشاكل التعليم الالكتروني، فوائد التعليم الالكتروني، الفاقد التعليمي في التعليم الالكتروني، توجهات الناس في التعليم الالكتروني، كل هاي الامور عملها دراسات وابحاث اجريت والها نتائج والها توصيات، بلزمنا انه ناخذ بالتوصيات ونطبق التوصيات ومش نعتبره انه مؤتمر وشاركنا فيه واخذنا فيه شهاده والسلام عليكم. عليكم السلام. المراحل البدائيه في التعليم الالكتروني عشان نكون صادقين مع حالنا، في الوطن العربي احنا في المراحل البدائيه، ولكن في دروس تعلمت عالميا، عم تطلع احصائيات وعم تطلع كمان منصات جديده، ما عم بحكي عن منصات زي ادراك، عم بحكي عن منصات عم بتقدم طرق تعليم إلكترونية جديدة. أتوقع هذا كله في المراحل القادمة، في السنين القليلة القادمة رح يكون مختلط في التعليم تبعنا. فإن شاء الله يعني خليك متفائل، يمكن المرحلة هاي ما فيها تطور، المراحل القادمة مبادرات مثل مبادرة الحالية إيمرج أفريكا أو إدراك أو غيرها كتير رح تكون تبني لمبادرات تانية أو بناء مبادرات حكومية رح تغير واقع التعليم الإلكتروني أو التعليم بشكل عام، لأنه تكنولوجيا التعليم عم بتفوت في الصفوف حتى الوجاهية كتير في هالفترة. أنا عايز أشكر حضرتك بشكر خالص على المقدمة الحلوة الجميلة دي جدا، وعايز أوضح لك إن إحنا كلنا يعني أنا أكاد أجزم إن كل اللي موجودين في الجروب حاليا ليهم نفس التوجه اللي عند حضرتك، إن إحنا شايفين إن إحنا عندنا خبرات كويسة جدا، عندنا مجالات كويسة، عندنا قدرات كويسة، بس في جاب كبيرة قوي بيننا وبين الحكومات، بس هي مش هنقف عندها. يعني أنا مش هقف عند النقطة دي وأوقف شغلي. انا المبادره اللي احنا عاملينها بتاعت انرجي افريكا هي مبادره تطوعيه، يعني باشمهندس نسرين مستقطع من وقتها واحنا مستقطعين من وقتنا، بحيث ان احنا بننمي وبننمي القدرات الناس اللي شغاله في التعليم العالي وازاي يستخدموا التكنولوجيا بطريقه كويسه. وده احنا اصلا المبادره دي من قبل البانديميك بكتير، يعني من قبل الكورونا. فالموقف كله احنا دلوقتي الوطن العربي فيه كوادر كويسه جدا، احنا بنحاول نشتغل عليها كلنا، بنحاول محدش يقف يقول انا هنتظر حد يساعدني، لا انا هشتغل لوحدي على ما ربنا ييسر، حد هيقتنع بالفكره اللي احنا شغالين عليها، حد هيشوفها هتبقى كويسه وهتنفع. مؤسسه ادراك انا اتعلمت منها كتير، يعني بجد يعني حاجه استفدتها، ومن ايميرج انا استفدت عربي وانجليزي واستفدت اسباني واستفدت لغات كتير في المجال التخصص تكنولوجيا التعليم وخبرات. فاحنا كلنا بنكمل بعض، ولو في اي حاجه احنا محتاجينها حتى يعني بره السيشن النهارده، ايميرج افريكا مفتوحه ليها والوقت كله موجود لكل الناس اللي عايزه تشارك معاها واللي عايزه تقول افكار وعايزه نتكلم مع بعض. معانا دكتور اكرم. دكتور اكرم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. اكرم زكي ابراهيم، منسق العلوم في مؤسسه الامارات التعليميه، مدرسه ابو ظبي الخاصه، مدرسه الامارات الخاصه ابو ظبي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، منورنا. تسلم، الله يبارك فيك. طبعا شكرا دكتور محمد، شكرا دكتوره نسرين، وطبعا دي تاني محاضره تقريبا او ورشه احضرها الدكتوره نسرين. قبل كده كان ادوات التعلم عن بعد وادوات التعلم الالكتروني، وكانت محاضره جد رائعه. كمان موك كموكس او ادراك
منصة للتعليم استفدنا منها من أكثر من 5 أو 6 سنوات وما زلنا طبعاً، وكذلك ميرج أفريكا، وشكراً على الجرعات الجيدة اللي أنتوا بتقدموها. بالنسبة لاستفادة الأطفال المرحلة السنية الصغيرة من التعلم الإلكتروني، في الحقيقة في شوية يعني نقص مقارنة بالكبار. يعني الكبار استفادوا كتير جدا من التعلم الإلكتروني وده واضح عندهم. في الحقيقة مطلوب مننا يعني مزيد من استخدام تجربة المستخدم. لازم نشوف الأولاد عايزين يتعلموا ازاي او هيتعلموا ازاي، وده دور طبعا المنصات الكبيره زي ادراك وميرج افريكا. كمان ازاي نسد الفجوات الناتجه عن ابتعاد الطالب عن المدرسه في فترات الاجازه اللي احيانا بتكون طويله، المشاكل اللي ممكن تنتج عن انه الولد لم يجهز جيدا ببعض الاشياء المعرفيه او ما بعد المعرفيه، المهارات المختلفه. ففي الحقيقة ده دورنا، سواء كان بالبحوث التربوية أيضا أو حتى إحنا في المدارس من خلال البحوث الإجرائية، مهم جدا. يعني لو إن شاء الله باعتبار حضرتك كمديرة تنفيذية، هل هيبقى في مثلا في إدراك حاجة تتعلق بكيف يمكن للطفل أن يستفيد مثل الطالب الجامعي والطالب في المرحلة الثانوية؟ إزاي نعمل ده؟ وكمان دكتور محمد عبر ميرج أفريكا، إيه ممكن تقدموه لأن إحنا نزود إمكانية أن الطالب الصغير في مرحلة 6 سنوات ولحد 12 سنة إزاي يستفيد بشكل أكثر فعالية في الفترة الجاية؟ لأنه زي ما قال الدكتورة نسرين وبالتأكيد أنه لم يعد التعليم كما كان قبل كوفيد، لابد من يعني حدوث تغيير جذري أو ثورة في التعليم، وإلا طبعا إحنا متأخرين كتير في العالم العربي، يجب أن نعترف بذلك. ولذلك عشان نلحق بالركب وناخد المبادرة، لابد من أن الطفل يبقى ليه دور مهم جدا جدا في الاستفادة من التعلم الإلكتروني. آسف للإطالة، ودي كان مجرد تساؤل مش إضافة للورش. دكتور إحنا عندنا عنا على منصة إدراك أكثر من مساق بتعلق في كيفية التدريس عبر عن التدريس الإلكتروني في الصفوف الدراسية، منها إذا بتحب تشوف في عنا التعليم عن بعد، وفي عنا صف تاني اسمه فليب كلاس روم. فإذا بتحب ممكن أبعت لك، إذا بتبعت لي على الإيميل، أنا تركت إيميلي موجود في الشات لأي حدا بقدر حابب يناقش في الموضوع أو عنده أي طلب، بقدر أبعت لك لينكات مباشرة لهاي المحاضرات أو المساقات. ممكن أطلب من حضرتك بس نفسي مستنيين حاجة تانية. اللينكات والمحاضرات اللي حضرتك تتكلمي فيها دي ممكن تبعتيها لي، وأنا كل الناس اللي هتعمل معنا تقييم في ورشة النهاردة هيسيبوا الإيميل بتاعهم وبعتها لهم على طول. ممتاز، أكيد طبعا إن شاء الله. يعني إحنا كده جمعنا الناس كلها. شكرا لحضرتك. وبالنسبة للسؤال اللي حضرتك يا دكتور أكرم اللي كنت بتسألنا فيه عن إنرجي أفريكا، احنا في انرجي افريكا متخصصين شويه بان احنا بنعمل تغير، يعني تغيير اتجاهات وتغيير افكار وتدريب لبعض الناس اللي هم شغالين في التعليم العالي، ازاي استخدم تكنولوجيا التعليم بالطريقه الصحيحه، ازاي تفاعل معها بطريقه صح. من المحاضرات اللي احنا عملناها قريب، احنا كنا مع الدكتور جلال الجابر عاملين 3 سيشن بنتكلم فيهم عن الكواليتي اشورنس. الكواليتي اشورنس في الاي ليرنينج وفي التيتشنج في الاستراتيجي، في الحاجات دي كلها ممكن تستخدم في التعليم العالي والتعليم القبلي الجامعي، لان طريقه التدريس تعتبر عنصر يعني لا تختلف اختلافات بسيطه بين التعليم العالي والتعليم القبلي الجامعي، ولكن المهم الجوده بتاعته ليها معايير ثابته مع تغيرات بسيطه على حسب كل فئه من الفئات اللي بتتم تدريس لها. بالنسبه لنا احنا يعني عندنا قابليه ان احنا نساعد في اي حاجه في ظل الامكانيه اللي موجوده معانا من ايمرج افريكا. شوف حضرتك ايه المبادرات او الافكار، انا سايب الايميل وسايب الواتساب بتاعي برضو، بحيث ان اي حد عاوز يتواصل معانا من ايميرج او يشوف اي حاجه من ايميرج شايفه محتاجينها احنا موجودين تحت امر حضرتك. في حد تاني يا جماعه من الحضور عنده اسئله يا ريت يرفع ايده. الدكتور اكرم، اتفضل دكتور اكرم. لا اسف انا كنت بس طبعا شكرا انا فعلا حضرت الدورات اللي دكتور نسرين قالتها، والدوره بتاع الفليب كلاس روم هي ايضا
الدورة دي بالتأكيد كانت أكثر من رائعة، لأنها كمان غيرت عندي كتير بالنسبة للصف المقلوب. وكنت يعني قلت للدكتور نفسه أنه أنا كنت مثلا بعمل الصف المقلوب وبفيديو عادي، دلوقتي الفيديو بتاعي تفاعلي، ورقة العمل تفاعلي قبل جائحة كورونا طبعا، لأن الدورة كانت قبل جائحة كورونا. ففي الحقيقة احنا كنا جاهزين، وانا عارف ان طبعا إدراك مستحيل تكون مؤثرة، ولكن لأنها المؤسسة أو المنصة اللي يعني العربية الأولى، فبالتأكيد ده بيديها بيحط على 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 عاتقها مسؤوليات أكبر في إنها بالفعل تحط الطفل، يعني لأنه إذا الطفل قدر إن هو يستفيد بالتأكيد ده اللي هيبقى في المستقبل إن شاء الله يعني من يحمل هموم الأمة ومن يعني يحرص على تقدمها إن شاء الله. شكرا دكتورة نسرين، شكرا دكتور محمد، وأسف لل بالنسبة للحضور الكرام، لو في أي حد من الحضور يا جماعة عنده أي أسئلة تفضل ارفع إيده. طبعا على السؤال موجود على التشات دكتور. أوكي تفضلي. في سؤال صار حالا على التشات برضو رح أبعث له، اللي هو إذا في أي تكنولوجيا جديدة لمراقبة الطلاب عبر خلال الامتحانات. الجواب هو نعم، في أكثر من البرنامج لمراقبة الطلاب، في شركات خارجية كمان ممكن أنتوا كمؤسسة تعليمية تتعاملوا معاهم، رح يراقبوا حركة عينين الطلاب، رح يتأكدوا إنه ما في حدا حواليهم، ورح يتأكدوا من الهوية الشخصية تبعت كل طالب خلال الامتحان. هذا طبعا أكثر شيء للطلاب الجامعيين، فممكن برضو أبعث لكم لينكس لهاي البرامج. وانا عاوز اشارك حاجه، ان احنا في جامعه المنصوره مثلا عملنا حاجه زي كده، وعندنا سيستم مراقبه وخاص لينا وسيستم امتحانات خاصه لينا بالطلبه. يعني كده دي حاجه احنا عاملينها من قبل البرنامج بفتره، بس يعني طورناها خلال الفتره اللي فاتت دي بقى بشكل اكبر شويه. وفي عندنا بعض الحاجات اللي بتبقى مراقبه الطلبه، واللي هي الواتش ستودنت، كل الحاجات دي كلها موجوده. دكتوره هبه يعطيكم العافية. أنا بس بدي أعقب على نقطة مراقبة الطلبة أثناء أداء الامتحان. في ابن صديقتي بدرس بكندا، كانوا بأول فصل لهم بالتعليم الإلكتروني، توجهوا له بفترة الجائحة يعتمدوا علامات الامتحانات، لكن بعد لما صاروا عم يكتشفوا إنه حتى بوجود البرامج هاي اللي بتراقب الطلبة وبتراقب أدائهم، إنه مش قادرين يسيطروا عليهم ولا يتأكدوا 100% إنه فعلاً الطالب عم يقدر يستعين بحدا، أو في حدا عم بيغش عنه، أو في حدا عم بيحل عنه، ما عاد السيطرة عليها سهل. صاروا عم يعتمدوا، مع إنه كندا وشوفي قدي سيكوريتي عندهم وقدي في عندهم تسهيلات وكاميرات والقصص هاي كلياتها، ومع ذلك صاروا يعتمدوا العلامات على البروجكتات أكثر، على الأسايمنتس أكثر. يعني بدرس الطالب للامتحان سواء كان ميد ولا فاينل، ورغم ذلك نسبة العلامة على تقييم الامتحانات بتكون كتير أقل بالنسبة لكل محاضرة لازم يكون في عنده بروجكت يقدمه، أو إنه مثلاً أسايمنت يجاوب عليه، أو إنه ريسيرش يكون حاله أو حاصل على الإجابة عليه. فهي دائماً طالما في إشي اسمه أونلاين ما فيك، والطالب مش على الشبكة تاعتك، مش على النتورك تاعك، فمهما وجد في عندك سيكوريتي، مهما وجد في عندك ريستريكشنز على الطالب عشان تسيطر على هذا الموضوع، بضل في عندك ريسك انه الطالب ممكن يخترق هاي السيكوريتي ويقدر انه يستعين بحدا، او انه مثلا حدا يحل عنه. اكيد اكيد. شكرا كثير لك. العفو. شكرا لحضرتك يا دكتور، واهلا بك يا دكتور، واهلا باهل الاردن كلهم، نورنا. دلوقتي لو في اي حد من الحضور الكرام عنده اي سؤال. طيب انا بتوجه بخلاص الشكر والتقدير للبشمهندسه نسرين على وجودها معانا، وان شاء الله ان شاء الله نعمل ورش جديده ومتطوره اكتر في ميرج افريكا مع بشمهندسه نسرين، تكون موجوده معانا على طول وتكون حضرتك منورنا. بالنسبه للماتيريال اللي بشمهندسه نسرين هتبعتها لي ان شاء الله، عندنا في ملف تقييم الورشة
ده الملف يا جماعة اللي هو هيبقى الرابط ده لكل الناس هتقيم الورشة، وبعد ما تقيمها هلاقي الايميلات بتاعتك موجودة عندي، كل الايميلات اللي هتبقى موجودة عندي تقييم الورشة دي هبعتها الماتيريال للمهندسة نسرين، هتبعتها لي إن شاء الله. تاني حاجة الورشة دي كلها يعني وغيرها من الورش كان موجود كتير بالعربي باللغة العربية وباللغة الإنجليزية عندنا على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب. فيا ريت الحضور كلهم يا جماعة، كل الناس تعمل لها سبسكرايب للقناة فضلا، ان احنا عندنا في حاجات كتير ماتيريال مفتوحه، في ورش كتير بالعربي وورش كتير باللغه الانجليزيه وفي بعض الاسباني وفي بعض الفرنساوي، فاحنا يعني بنتفرج عليها ونشوف. لو انتوا عايزين تعملوا سبسكرايب للقناه واي حاجه، ولو في حد من حضور ترامب حابب ان هو يشارك معانا بورشه من الورش زي المهندس النسبيين متطوعين معانا، دي لسته، دي قائمه خاصه يعني، دي فورم بيملاها وبيقول ان هو مثلا هيقدر يساعد معانا في مجال معين في التكنولوجيا التعليم والتعليم العالي، والفورم موجوده ومجرد ما هتتملاها هتواصل معاه ونتواصل مع بعض. وكمان اللي عاوز يتابعنا على الفيسبوك، ده الرابط بتاع الفيسبوك بتاعنا، ده الجروب بتاع الايمرج افريكا، ودي كمان الشانل بتاعت الايمرج افريكا العربي على تليجرام. معلش بعتت برايفت بروجرام، دي القناه بتاعتنا على الايمرج افريكا بالعربي. فكل دي هي الماتيريال، كل دي هي اللينكات اللي موجوده عندنا، واللي حابب ان هو يضيف اي اضافه بالنسبه لايمرج افريكا او يقول اي مع اي مثلا اي انتقاد او اي توجه لينا انا برحب بيه، وده رقمي الخاص كمان انا نشرته قبل كده وهبطله تاني اهو في اي وقت. انا برحب بحضراتكم، برحب بالجميع، واشكر جدا المهندسه نسرين على وجودها معانا وتعبها معانا جدا. احنا تعبناها لان احنا كنا حقنا نعمل ورش الاسبوع اللي قبل اللي فات، بس حصل فيه مشكله من عندنا احنا الحمد لله انرجي افريكا، وهي تقبلت الموقف ان شاء الله وعملناها النهارده للجمعه دي، وبنشكرها جدا جدا على وجودها معانا. شكرا، بالعكس، شكرا كثير لك، شكرا كثير للجميع الحضور، وباي وقت انا موجوده والدكتور محمد موجود، وإن شاء الله ما نقصنا. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. تسلمي لي، شكرا ليك وشكرا للحضور الكرام، ونشوفكم إن شاء الله يوم الجمعة الجاية مع الدكتور جلال اللي حضر معانا الورشة الأولى والثانية. إن شاء الله هيحضر ورشة ثالثة هيبقى فيه شهادة خاصة بيها. دي أول الأفكار اللي إحنا عملناها من إنرجي، مش مقتنع جدا بإن إحنا نعمل حاجة اسمها شهادات لكل ورشة من الحضور. ده تبع الاتحاد الجامعات الأفريقية، بتنص على إن إحنا الورشة اللي إحنا عملناها النهاردة اللي بتبقى ساعة لساعتين دي لا يعتبر بها إن هي إيه تاخد عليها شهادة. فعملنا سلسله من الورش اللي بتتكلم مثلا عن ضمان جوده التعليم الالكتروني، واللي هيحضرها وبيأدي التاسك او الانشطه الاكتيفيتي اللي موجوده فيها بياخد الشهاده بعد كده. بس لازم بيتم مراجعه ان هو حضر، بيتم مراجعه ان هو ادى اللي هي الانشطه المطلوبه عشان يبقى الشهاده متاخده. الجامعه يعني ايمرج افريكا بورد مقتنعين ان الناس دي حضرت واستفادت، مش مجرد ان انا خدت الشهاده وخدتها يعني مجرد ورقه. ده هو كل الايديا اللي احنا بننشرها في افريقيا وبننشرها في الميدل ايست، يا رب تكون واصله لكم. وبكرر شكري لحضرتك باشمهندس نسرين، وان شاء الله دكتور قريب نبارك لحضرتك دكتور قريب، وشكرا لكل الحضور الكرام معانا باذن الله، ونراكم ان شاء الله في ورش جديده من ايمرج افريكا العربي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا، مع السلامه.